الرحمن الرحيم. طبعا اللي انت شايفه حضرتك دلوقتي المجموعة الصينية اللي حضرت امبارح كان عددهم 185 صيني، كانوا جايين على 53 سيارة ليموزين اللي حضرتك شايفهم دلوقتي. امبارح عملوا زيارة لمعبد الكرنك صوت هدوء، والنهاردة الصبح راحوا لزيارات البر الغربي، المناطق الأثرية في البر الغربي والمناطق الأثرية في البر الشرقي ب 10 مليون جنيه. Gracias.